وينها؟ تفضل. وليته الحارة نفسها اللي فيها مستودع. أغلب الظن إنه هربت سيارة من السيارات اللي أخذوا المشاريب اللي زادت بحفلة عرس جيدة. إذا بدك رأيي، إجا الوقت اللي صار لازم في حدا يحكي مع الوالد بصراحة. هو ليش عم يسمع بالاول؟ لحتى نوصل معه بعدين لمرحله الصراحه. بس هيك ما بيصير قيصر. مشروع مثل هاد لازم نتمسك فيه بايدينا ورجلينا. حدا بيعرض عليك ساقي الذهب بتقول له لا ما بدي؟ الخوف ما يكون ما بده. شو لك ها؟ والله الخوف يكون ما بيطلع بايده. معقول؟ يعني بيني وبينك ومنتهى الصراحة والحكي ما بيطلع لبرا. الأمور ما عادت مثل أول يا عليا. صار له فترة طويلة ما حدا اتصل فيه. بعدين كتير قرارات مهمة وكبيرة بتفاجأ فيها، بس طبعا بيعمل حاله إنه بيعرف مسبقا. معناتها رفض العرض لأنه خاف يقبله يقوم ما يطلع بإيده. بالضبط. بس هيك رح يطلع من المشروع قيصر، أو رح يلاقي طريقة يطلع عمران منه. إجا لعنا على البيت وصباحي طلب من أبي إنه يسمح لي أرجع معه. رجعت. وليش هيك عم تقوليها؟ كأنك زعلانة إنك رجعتي. لأنه لحد هلأ ما بعرف إذا عن جد رجعت. هذا جوزك، بالآخر الوحدة فينا ما إلها غير جوزها وبيتها وولادها. هذا إذا كان جوزها فعلا، وإذا كان البيت بيتها. قيصر ما بده ياني، بعمره كله ما حبني. صعب كتير تعيشي مع حدا ما بده إياكي، والبيت بهي الحالة ببطل بيت، بصير سجن. حتى لما إجا لعنا لحتى يرجعني، مو لأنه بده ياني، لا، لأنه عمو نوح طلب منه هيك. ما بعرف شو بدي لك. لا تقولي شي. مشكلتي وبعرفها، وما إلها غير حل واحد. بس اللي مربطني هن ولادي نوح وسما. لولاهن ما كنت برجع، صدقيني. الحمد لله على السلامة مرت عمي. الله يسلمك. شو خير قال؟ كنتي تعبانة؟ لا الحمد لله صرت أحسن. بعتذر ما قدرت أطلع معكم على الضيعة. على كل الحمد لله هي طلعت عايشة وإن شاء الله بترجع لحضنك. إن شاء الله. خير مرت عمي؟ ليش هيك عم تطلعي فيني؟ في شي؟ بتذكريني بحالي لما كنت قدك. أنا حاسة فيكي وبعرف شو عم يصير بدون ما حدا يقول لي. بس المشكلة إنه ابني، مشان هيك ما بقدر أقول لك شي غير الله يكون بعونك. للسبت اللي على الطريق. العشاء صار على الطاوله وبجوز بابا يوصل باي لحظه. خليك معي دقيقه بس. مساء الخير امو. مساء النور، اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. جوزك منيح؟ تمام. تفضلوا. وين الشعب عمو؟ ليكم بالصالون. بابا وصل؟ لا لسه. طيب يلا. اهلا وسهلا. ايه حبيبي. ايه انا اسفه بس عن جد تاخرت. يلا عم نستناك. بعدك بتعرفي الزلطه يا ام عليا؟ اذا في شي محرز. حبيبتي قلبي، حبيبتي اي مبسوطين. يهنيك سلامة يا ام عليا بنتك. الله يسلمك. هي اختكم رجعت لكم. حاولوا تقعدوا معها كم يوم وتكونوا جنبها. بابا شو رايك تتركها؟ يعني ماني شايف هالعلاج برا عم يفيدها. شو اللي عم يفيدها لكان؟ وجودها بيناتكم؟ والله اللي بيسمعك وبيشوفك قديشك متاثر بفكر انك اخذ اختك وحاططها عندك بالبيت وعم تخدمها انت ومرتك، وما بيقول انه اختك اختفت من بيناتكم وما حدا منكم منتبه او مهتم. لا بابا كنا مهتمين ومنتبهين بس كان عرس وما حدا واعي على حدا. لا يا بنتي، ما كان حدا فيكم مهتم، انتو كل واحد فيكم مهتم بحاله وبس، فخلوا اختكم ترجع تتعالج برا احسن. أكيد. يعني بنطر منك خبر بكرة؟ أوكي مرسي لك. شو؟ بدنا ننطر لبكرة تيجيب لنا خبر. لسه بدي استنى لبكرة؟ يعني ما بيقدر يعرف الليلة؟ وإذا عرف الليلة ما تكوني مفكرة تروحي لعنده. أنا أعرف وين وساعتها لكل حادث حديث. أنا برأيي من هون لتعرفي تلاقي حل. حل لشو؟ لتحكي معه. ما تاكليهن. بركي ضل مصر إنه ما بيعرفك، إذا ضايقتي معقول يتشكى عليكي، ونحن هون لا بالشام ولا ببيروت. إذا اجتمعنا أنا وياه لحالنا مستحيل ينكر. لازم تحطي براسك شغلة، إنه مش ضروري يكون عايش لحاله هون. شو قصدك؟ يعني معقول يكون مجوز أو مرتبط، على الأغلب كانت معه اليوم، وبهالحالة طبيعي يعمل حاله ما بيعرفك. لا، عمر مطلق مرته من زمان كتير، وما بعتقد بهالكم يوم لحق يتجوز ولا يتعرف على حدا. لا، القصة أبسط من هيك بكتير. شو القصة؟ الوالد بده يكون مهددهم لما جابوه على الشام، فهمتي؟ أهلين جاد. طمنيني، هديت ولا لسه؟ ماشي الحال. رح أمره وأخذها من عندك. ما في داعي، خليها عندي. ما وجعت لك راسك؟ ماشي على خطة خيّة. اسمعي يارا، اوعك يخطر ببالك تقولي لها هو وين. إذا لسه مصر إنه هو ما بيعرفها فالأفضل إنه نسكر على الموضوع. أولاً قرار لإلها، ثانياً ما بعتقد إنه الموضوع بيتسكر بهالسهولة. شو يعني؟ بعدين نحكي بالموضوع. باي. شو بدك فيه؟ لك شو يعني شو بدي فيه؟ بدي اخده مشان رجعه لاصحابه. الله يرضى عليكي لا. يعني بدل ما نبوس ايدنا وشه وقفا انه ما رضيت تاخده المخلوقه، تجي بدك تاخدي لهم الطوق بايدك مشان تفتحي باب علينا وعلى حالك. انت شو عم تحكي يا غياث؟ مالي عم بفهم عليك، شو عم تحكي؟ الله يلعن الذهب ويلعن الالماس، حدهم 60 جهنم ويلعن ابوهم. اخوكي بين ايديهم يا امي، لك اخوكي بين ايديهم دخيلك. يا مرت عمي والله عليك، بشو احلف لك رجعت نورس ما لها علاقه بالطوق، رجعت نورس معلقه بالبنت، رجعت نورس معلقه برقبتي، سبعان برقبتي. لو ما مديت ايدي واخدته ما كان صار يلي صار. الله يلعن الدهب ويلعن الالماس، الله يلعنه. والله العظيم أسهل علي يعلقوا حبل المشنقة وما ينأذى ابني هالقد من تحت راسي. ما الله يخليك، إذا معك الطوق أعطيني إياه، وإذا ما معك روح جيبه. لك يا مرت عمي لا حول ولا قوة إلا بالله على الشغلة. لينا احكي لك معشي كلمة مشان الله. أمي مبين الجماعة مو سائلين عن الطوق، يعني قصدي إنه بكرة بس يخلصوا تحقيق مع نورس رح يفلتوا لحالهم، وبيكون حق هذا الطوق اللي ما بيحلم فيه كل عمره جزاته من رب العالمين على اللي عمله مع هالبنت. وجزاتي أنا عند رب العالمين. شو رح تكون ساعتها يا أمي؟ ليش أنت شو عملتي؟ سرقت، مديت إيدي للحرام، ونحن يلي من الحلال ما لنا عم نشبع. لك والله العظيم أم البنت كانت رايحة لعند جوزها مشان تخليه يترك ابني ويفك أسره، بس لما سألتني عن الطوق تلبكت، ارتبط لساني، ما عاد أعرف شو بدي أحكي. بجوز رجع للطوق ما ترجع لي ابني، بس الوزر تقيل تقيل لأنه هو بين إيديهم من تحت راسي. الوزرتين يا أمي، الوزرتين يا أمي، الوزرتين. والله يا مرت عمي هلا إذا كانت الشغلة كتير معقدة أنا رح أرجع لك الطوق واعملي فيه يلي بدك إياه، بس إذا شغلته كم يوم وبيطالعوا لنا نوراس حرام عليك تروحي عليه ثروة، منعيش ومنموت 1000 مرة وما بنحصل مثل حكايتك. يا غياث وين رايح يا غياث؟ يا غياث يرحم أمواتك لا تروح، أنا أعطيتك أمان الرجال إياها يا غياث. يا أمي يا أمي كرمال الله اهدي، كرمال الله رايح يشوف وين نورس وراجع، مو أنت بدك تعرفي وينه. اهدي كرمال الله. يا نورس يا الله، يا نورس يا الله، يا نورس يا الله، يا نورس. صباح الخير ماما. صباح الخير يا عمري، داب قلبي حتى اشوف هالصباح الحلو. تعال. وهي احلى فطور لحبيبة قلبي. خدي يا عمري. ليه؟ ما بدك؟ طيب منأجلها بلا. ما رح أفرض عليك شيء، حتى الدواء بلا، خصوصي اني سمعت كلام من المرة اللي كنتي عندها، فرح قلبي من جوا. قالت لي هل كنتي تضحكي؟ عم تضحكي يا عمري؟ شبك ماما؟ في شي مضايقك؟ ما رح خليهم ياخدوكي مني، سفر ما في، رجع على المستشفى ما في، ما في قوة بالكون رح تاخدك مني، هذا وعد يا عمري. تاكلي؟ ان شاء الله صحة يا رب، ان شاء الله صحة يا رب. ولا يهمك دكتور، اترك الموضوع علي. كتر خيرك، شكرا على رحابة صدرك. شرفت يا دكتور. شكرا. الله معك، مع السلامة. لك شو صار بمعاملة نقل املاك سوزان لشاد؟ جاهزين. خبره الاستاذ خليجي فورا يسلم على اخته اذا بيحب، بنفس الوقت نخلص المعاملة. مفهوم. وصلني خبر عن سعيد. بخير. من وصلته عملوا له مجلس تأديبي بسبب تأخيره على الالتحاق. شو الحكي؟ ايه والله يا معلم، اسبوع سجن. بالإذن معلم. صار وقت وجبتها. اخ خذي يا حبيبتي، بس ما تتاخري، ما مصدقه على الله حتى بحضني وغنجها. ماشي. باي. طمنيني امي، ان شاء الله السكر معطلة معك. ماشي الحال لك يا امي، نشكر الله على كل شيء. شو عم تاكلوا لك يا حبيبي؟ هلا بتروح غدك؟ تفاحه ما بتاثر، كيفه اخي امي. اخ اخ، ليش عم بعرف شيء انا عن يامن؟ يحرق حريشك يا امي، لما تكذبي ما بتذكريني الا بكريمه مختار بمسرحيه العيال كبريت. انت جيت يا رمضان؟ امي انا ماني منذر، لما بسالك عن يامن بكون بدي اطمن اذا اخي بخير. الحمد لله بخير. لو ما جيت انت اليوم انا كنت ناوي انزل لعندك بكره عشان. منيح، هي انا قلبي قال لي واجيت لعندك برجلي. مالك بالعادة؟ أخذت إجازة كم يوم من الشغل، قلت بجي بريح راسي عندك. لك أهلا وميت سهلا فيك، تعرف؟ معناتها رح نحكي مع منذر يجيب سحر ويجوا بكرة لهون، إلكن عمر ما اجتمعتوا عندي هون. لا أمي لا، الله يوفقك، أنا جاي لعندك ريح راسي من العجقات. منك على بعضك جود، شو في؟ مشوني من إدارة الجريدة. كيف؟ مين هذا اللي مشاك؟ قيصر، بس مستحيل يعمل هيك شيء إلا إذا كان آخذ ضوء الأخضر من المعلم. ليش شو عملت يا أمي؟ ما عملت شيء، عم يعاقبوني على هروب يامن. إيه وأنت شو دخلك؟ ما بتعرفي العم أبو علي لما تحمر عينه من حدا فينا؟ إيه الحق عليكم أنتو أمي، طلع على لساني شعر وأنا قلتكم ابعدوا عنه، ابعدوا عن عمكم وأولاده، اليوم مصلحتهم معكم، بكره بس تخلص المصلحة رح يرموكن واحد ورا الثاني، ما كان واحد فيكن يسمع مني. هي المعلم سمع منك ومشاني. ارتحتي؟ ايه وشو يعني؟ يعني انه موضوع الكازينو صار متكرر بثلاث صحف، واحدة رسمية، واحدة خاصة، واحدة لبنانية. صحيح هي العناوين ما أنا بالصفحة الأولى، بس واضح انه الموضوع رح يبلش يتفاعل. ليش نحن ما بنتناول هذا الموضوع؟ لا لا لا, 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 لا الله يخليكي. لا ليش لا؟ مبدئيا لانه لا، بس ما في مانع لقدام اذا استمر الحكي عنه يكون لنا راينا وتغطيتنا الخاصه، بس هلا بكير. لكي هذا الموضوع له حساسيته الخاصه، ما بدنا نخوض فيه بدون ما نكون اخذين الضوء الاخضر. ما هي مشكله الضوء الاخضر، غالبا عم بيتاخر. حتى لو بدنا نستنى، عم اقول لك الموضوع حساس. طيب على القليله نعمل ملف عن الكازينو بالصفحه الاقتصاديه بحيث ضوء الاخضر نكون نحن جاهزين. ما في مانع بس على السكيطه. طيب انا رح اشتغل عليه. انت يا ريت تركزي لي على الاداره وتتركي لي هالشيء على جنب. واضح انه في كثير ناس ما عاجبهم موقعك ومركزك الجديد. ما بدي اسمع اي ملاحظه. وعدك اعمل جهدي. لنشوف. صح. بالنسبه للملف تبع احياء المخالفات صار جاهز، اذا بتحب تطلع عليه، لانه في لقاء مع السيد المحافظ حكى فيه عنه. استاذ استاذ عليا برا. ايه خليها تتفضل خليها تتفضل. تفضل استاذ عليا. نكمل حديثنا. إذا مشغول برجع بوقت ثاني. لا 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 بالعكس. لورا مديرتنا الجديدة. أهلين لورا. أهلين ست عليا، بالإذن. السكرتيرة ما حاجتها. تسوى راسه لهالغبي. جود ليش شو عمل؟ مشكلته إنه ما عم يعمل شيء، تفضلي قعدي. شو بتشربي؟ لا لا ما بدي شيء. بس من بعد حديثنا امبارح ما بعرف. فكرت باللي قلت لي اياه وما بخبي عليك. انا قلقانه وبرايي صار لازم نقعد ونحكي مع الوالد. سبق وقلت لك ما رح يقبل. لك ما بيصير قيصر ما يقبل. ما بيصير كلياتنا نكون حاسين بشيء وما عم نقدر نوصل له اياه على القليله. اللي هو؟ يلي هو انه الوقت تغير وما عاد له لا الكلمه المسموعه ولا الصلاحيات. اذا كان لابد ينسحب بينسحب بهدوء بدون ما يخلق لنا مشاكل. ويعملنا عداوات مع ناس واضح انه ما راح يطلع لنا معهم. سمعت عمران مين خطب؟ سمعت. والوالد بيعرف؟ طبعا بيعرف. طيب بيقوم بحط راسه براسهم؟ كنا رايحين على بيت حماين شقة على عمي، قلت لحالي بمرق عليكي وبشوف لونا شوي. لونا نايمة. طلع عليها من باب الغرفة برجع، ما بكفي امبارح استفردتي فيها. بس ما تفيقيها؟ خلص وعد. عن اذنكم. كيف صار الباب؟ ماشي الحال صار أحسن. والله نحن مقصرين كثير. مشكلة. صباح الخير يا حلوة يا حياتي، شو اشتقنا لك، شغلي غلبنا عليك. تخيلي امك شو صار فيها. لبقى تتركينا، احنا ما صدقنا انه رجعتي. أبوكي مستحيل ينسحب. معناتها يعمل المستحيل ليجيب ترخيص الكازينو ويحافظ على شراكته مع عمران. هو بقى قرر يعمل المستحيل الثاني. اللي هو؟ اللي هو إنه يقطع الطريق على أي حدا بيسترجي إنه يعمل اللي هو ما قدران يعمله. بس هيك رح يفتح على حاله معركة إلها أول وما إلها آخر. خسارته الوحيدة فيها يقولوا له روح ارتاح بالبيت. بس بقية الخسائر نحن رح نتحملها، أنا وياك. مشان هيك ما بصير ما نحكي معه. يا أختي ما رح يقبل يسمح لنا ندق هيك باب، فهميها. إلا إذا كان في باب تاني من حقنا عليه كأبنائه إنه نفتحه. واللي هو؟ إنه متجوز. شو هالحكي؟ على أساس ما عندك خبر قيصر؟ لا والله ما عندي علم بشي، بس يعني أبوك طول عمره بيحب النسوة والنسوان بتحبه، بس غير للنتيجة اللي هو بده يوصل لها. بعمرها ما في مرة قدرت توصل معه لشي. حلو الكلام. معناتها اللي قدرت تخليه يتجوزها وصلت لنتيجة. أبوك ما عاد صغير، واللي ما بتقدر عليه الجيوش بتعمله النسوان وعلى هسي. هادي إذا افترضنا إنه متجوز. أنا عم قل لك. وشو عرفك؟ البيت اللي ساكنته مسجل باسم أبو موسى. لما كنت عم بحبش بأملاكه استغربت إنه يكون عنده هيك بيت وبهيك منطقة. لما بعتت مين يتأكد دريت انه اللي ساكنه بالبيت اسمها جمانة، وانه المعلم ابو عليا بيتردد مرتين ثلاثه بالاسبوع. ايه مزبوط، هي قرايبته لابو موسى، يعني بجوز يكون مصاحبها بس ما بالضروره يكون متجوزها. كل الوقت كنت عم قلكن انه ابو موسى عم يلعب من تحت لتحت وما حدا رد علي. عرفت هلا ليش رجعوا لابو موسى؟ معناته الغبي اللي سجنه ما بيعرف انه هو ابن اخوك. يمكن العكس، يمكن سجنه لانه ابن اخي. معقول هالكلام يا ابو علي؟ والله بهالايام كل شيء صار معقول يا ابو توفيق. اخلاق ابو سهيل لساته عم يتواصل مع اولاد ابو عمران. والله ما بعرف، اللي بتذكره بعرف انه اول ما قرر ياخذ مرته على سويسرا مشان يعمل لها العمليه ابو عمران هو اللي تكفل بكل شيء، وابنه عمران ما كان يتركه لا ليل ولا نهار. بس من وقتها لهلا ما بعرف شيء لاني ما عاد تواصلت مع ابو سهيل. بس انت ليش عم تسال؟ لانه اللي فهمته انه في اثنين من اعضاء لجنه التاديب محسوبين على ابو سهيل. في حدا قال لي انه شافوه اكثر من مره عم يتعشى برا مع اولاد ابو عمران. قلت لأتأكد منك. والله ما عاد في شيء مستغرب يا ابو علي بهالايام، بعدين اولاد ابو عمران مالهم سهلين وخاصه الكبير. بدك تنسى هدول الاولاد الصغار اللي كانوا يلعبوا مع اولادك بالجنينه، لانه هلا تغيروا. ابوهم الله يعافيه علمهم كيف يعملوا علاقات، واخرها ابو مصعب اللي رضي يتوظف عندهم. بس الظاهر الاولاد ما شاء الله سبقوا ابوهم. سبقوا ابوهم بكثير يا ابو علي، لدرجه انه عم يفكروا بشيء ابوه ما كان يقدر يفكر فيه. ابو عمران لو كان واعي كان فكر بمشروع الكازينو. طيب وين وصلتوا؟ وصلتوا لنتيجه بالمشروع؟ لسه عم يقول بيقدر يجيب الرخصه، قلنا له اوكي، اعطيناه مهله شهر ولنشوف. طيب واذا ما قدر يجيب الرخصه؟ بيطلع منا وبيترك لي المشروع. بس المشروع على هو ما فهمت مكلف جدا، بدك مين يشيله؟ والله عم بفكر فيك يا ابو توفيق، مشان هيك بعت ورق. الميزانيه التفصيليه ودراسه الجدوى والمخططات والتراخيص كلها بتكون على مكتبك خلال ايام. انا ابو توفيق هلا ما بدي منك جواب لحد ما يجيني خبر من عمران انه عجز. عداك العيب يا ابو علي، ومن حيث المبدا انا معك. إذا ما جبت لها العنوان اللي نازل فيه عمر بدها تضل حقته من حفلة من حفلة. أنت ما دخلك بهالقصة. كيف يعني ما دخلني بهالقصة؟ لا تبلشي محاضرات. أنا لو كنت بعرف إنه عمر هون ما كنت خليتها أصلاً تجي على أبو ظبي. ورايحة أنت جايبتي لها عنوان الأوتيل اللي نازل فيه كمان؟ خليها تحل مشكلتها معه، أنت من شو خايف؟ أنا خايف على أختي. خايف عليها من علاقة مع واحد ندل شفتي بعينك كيف عمل حاله ما بيعرفها. مش لأنه ندل جاد، لأنه خايف. خايف من شو؟ مالكوا قاعد هون؟ وأنت كمان قاعد هون جاد، ومع هيك خايف. بحياته ما كان الخوف بيتعلق بالمكان، لا، الخوف بيتعلق فينا. لما منبعد هلا لا تفلسفي علي. وين هلا رحت لعنده؟ ما بعرف، أعطيتها العنوان على تليفون وجيت لعندك. وين نازل؟ إيه، شو بيك عم تحسسني إنك شاب شرقي و أنا ما عم أمزح. أعطيني العنوان. عمر ليك انا جاي لتجنن جاي احكي معك تجنيت اكيد حبيبي بس اسمعني بس اسمعني عمر 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 افتح لي الباب ليك انا جاي احكي كلمتين معك وامشي عمر لك يا عمر افتح الباب وحاجه ولدني عمر عمر انا بعرف انه اللي صار مو قليل وشو ما كان قرارك الاخير انا موافقه عليه بس افتح الباب عمر لك عمر عمر افتح الباب عم اقول لك وخبرني شو قرارك النهائي عمر عمر افتح الباب وحاجه ولدني عمر 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 بتعرفي وقت طوز عمر افتح الباب وحاجه ولدني عمر ولك بس فهمني شو عم بيصير معك افتح الباب عمر عمر افتح لي الباب الو مرحبا لو سمحت بعد السكيورتي هلا في وحده ما بعرف عم تدق علي بين الاوضه بسرعه اذا بدك شو عم بيصير؟ عمر افتح الباب لا مو على كيفكم مو على كيفكم انا نزيله عندكم هون بالاوتيل ومو من حقكم انكم تمنعوني بعتذر منك مدام لما حدا من النزلاء بيزعج نزيل ثاني من حقنا سوريه انت ما بتعرفيني انا بنت مين بعتها جيبوا لها غراده اذا بتريدي شوفي حبابه اذا بتمشيني من هون قبل ما اشوفه لعمر لحتى من وصلتك على مطار الشام تتعرفي علي مظبوط عم تفهمي ولك يا الله شبكي ما بتردي خطيبي ومتخانقه انا وياه يعني شو صار خلص فلتت الدنيا ليه عم تتعاملوا مع العالم؟ يعني اوتيل وبهرسه وهيك عم تتعاملوا مع الناس؟ سوزان معلش نحن اسفين كثير بنعتذر، حقكم علينا، امشي يا الله يا زلمة ما عم تفهم على كلمتك الثانية أبوك الله يرحمه كان بده يصير صحفي حكى لي إنه كان يحلم بعد ما ياخد البكالوريا يدرس صحافي بس الظروف ما سمحته وضع أهله المادي كان صعب كتير وبالزور قدروا يساعدوه لحتى أخذ البكالوريا صار لازم يشتغل لحتى يساعد إخواته يكملوا تعليمه عمك أبو علي هو اللي شار عليه يتطوع بالجيش الرواتب بهذيك الفترة كانت منيحة ولو ليه عمك أبو علي ما قدر يكمل دراسته